الزلابية. دقيقة، مين حضرتها؟ مو شغلية، دقيقة. في واحد غليظ بده اياك على التليفون. لكن مين ابن هالاصول بده يتصل في الساعة؟ مو شغلي. الو، ايوه، اي نعم، انا مهندس نبيل. شو؟ لا لحظة، لك لا فهم، افهم؟ لك لحظة، لك لك تكسر السماعة شوفي. خطفوا ميسو. شو خطفوها؟ ما بعرف، احتمال المستشفى. امشي خبر ابو غصن. بدي بشوف ابو غصن طول. حط علي شرطه من خبر الشرطه. ما قالوا لك شو بدهم منا؟ قالوا بخبروني بعد شوي، بقولوا لي على طلباتهم، بس يتاكدوا اني ما خبرت الشرطه. ايه مثل ما توقعت تماما. شو توقعت ابو غصن؟ المخبر الجنائي اكد وجود ماده سامه بالكازوزه. مو بس هيك سيدي. وشو كمان؟ خلص لطفيق، مثل ما توقعت. ايش توقعت؟ قول. البصمات اللي شالوها عن القنينة طلعت مطابقة لبصمات واحد صاحب سوابع سابق. انصرف ولا توفيق. مع السلامة، أنا كتير عم معزبكن معي. مين برأيك ورا كل هالشغلات يا أبو غصن؟ ما بقدر أقول حتى ينتهي التحقيق. بشغلنا ما في مجال للتكهنات يا مدام، حتى لا نظلم الناس الأبرياء. معقول تكون ما بتعرف؟ خبرتك الطويلة عملت لك حاسة سادسة، إلا ما تكون متوقع. إذا بقول لك ما بتصدق. قول. بصدق. مين قال لك إني ما بصدق؟ أنا بعرف مين ورا كل هالاعتداءات الليلة، وبالاسم حاستي السادسة مثل ما قلتي خلتني حدد هالشي. مين هو؟ ما بقدر أحكي عفورة حفاظا على سرية التحقيق. ولو أبو غصن شاكك فيني، معقولة يعني؟ معقولة يا عفرة أنا شك فيكي؟ بس ما بقدر سرب معلومات حفاظاً على سرية التحقيق. لك قولي شو بدي أعمل ريبال؟ قولي شو بدي أعمل؟ لك مرتي مخطوفة وبدهم يقتلوها إذا خبرت الشرطة، شو بدي أعمل؟ لك شو بفكر يا خايف؟ لك أنا تبع الهت بردي، شو نسيت أنا اللي بقص الناموس بالموس؟ براه، أنا براه. أنت خبر الشرطة ولا تقول إنه خبرت الشرطة. لا عمي لا، مالي مصلحة، أنا الشرطة ما أنا خبرها، بركي حسوا علي بيقتلوا ولا ميسوه بعدين، أنا مستعد أنفذ لهم كل طلباتهم. لك شو أنت ما بتشوف أفلام؟ أنت ما بتشوف أفلام؟ الو، ايوه، انا المهندس نبيل. لا لا، ما انا ما خبرت الشرطه، بس اللي بقى قال لي خبر. يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك، انا مش دخلت بالشغل. شو؟ شو قالوا لك؟ سكروا الخط، قالوا رجعوا اتصلوا. طيب ما فهمت منهم شو مطالبهم، شو بدهم؟ ما بدهم مطالب، بس اتصلوا فيني مشان يتاكدوا انه ما خبرت الشرطه. وليش انت علقت حتى تجيب سيرتي؟ طيب انا طويفه شو في؟ ما لا توفيق، توفيق، لا توفيق. ما معك شيء؟ بغارب. ما معك شيء؟ يلا فوت. تا حجاج، قولي شو صار معكم؟ كيف هيفا؟ عملوا لها غسيل معده وعلقوا لها سيروم، وضعها كثير ممتاز. ليش تركتك؟ تخليك عندها. رجعت مشان اشوف ميسوم. ما رجعت؟ لا ما رجعت. ليش؟ وينها؟ وصلتنا سياره الاسعاف لنحن المستشفى وسحبت. يمكن ميسوم ما نزلت منها. هلا بتصل بالاسعاف وبعرف شو القصه. لا ينشغل بالكم، ممكن استخدم التليفون مدام. معلوم ابو غصن البيت بيتها في خطر شيء على حياتها. شو قالوا لكم بالمستشفى؟ بس فهمني. يا مرت عمي قال لو متاخرين 10 دقائق كانت راحت البنت. السم اللي بالقاجوزه كثير مفعوله قوي. يا لطيف، قوم لك انا نشوف شو كاتبه بالوصيه. تعال. لا ريحي بحالك، الوصيه قالت بنفتحها اذا ماتت، اما اذا ضلت طيبه نو. هلا حترد على كلامها وملحقني. تعا شلون؟ شلون ما بعتوها؟ نحن طلبنا الاسعاف منهم. لك ايش هو هالحكي؟ والاسعاف اللي اجى اخذ المريضه لك؟ ماشي، يعطيكم العافيه. نعم. الخير شو القصه؟ نحن مو طلبنا الاسعاف مشان ياخذوا هيفا؟ ايه. مدري مين متصل قايل لهم ما في داعي، ما بعثوا لنا سيارة الإسعاف. لك والسيارة اللي أجيت؟ هذا اللي محيرني. معناها العملية مرسومة بدقة. عملية ايش سيدنا؟ أها، بنسمم الأستاذ نبيل، بيطلبوا له الإسعاف، بناخده. إي واضحة. لك شو هي اللي واضحة؟ سيارة الإسعاف اللي إجت كانوا متوقعين إنه ياخذوك إلى مو ياخذوا هيفا. ليش لي؟ لانه المفترض انت اللي بتشرب الكازوزه.
قل له نبيل، قل له لازم تقل له. شو يقول لي؟ قول قول استاذ نبيل، قل لي. في جماعة اختطفوا ميسون وصار متصلين فينا مرتين ولساتكم ساكتين لهلا؟ هددوني بدي اقتلوا ميسون إذا خبرت الشرطة. يا لطيف يا لطيف، صحيح انك مهندس بس هون بنوب. هلا انت مفكر انه نحن رح نخبرهم انكم خبرتونا؟ يعني نحن رح نتصرف بطريقتنا الخاصة من غير ما حدا يحس. الو انا لا 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 انا ما خبرت، الله وكيلك انا ما خبرت. هن شرفت، قلت لك رح يحسوا اني خبرت الشرطة. لا تخاف، عم يختبروك. واحد غيرك لازم تكون اعصابه متمالكه لحتى يعرف شو بدهم، ونحن رح نراقب الخط لنعرف كيف بدنا نتصرف. لا تخاف، الشرطه في خدمه الشعب. عمالك شو هاد؟ مستحيل ما عم ينعرف معي ولا حرف. شو هالوصيه هي؟ مرت عمي الله يخليكي، يجبر خاطري طالما طلعت هيك مثل الخرابيج خطه وفش الزيت على الورقه. خليها رجعها، حرام تزعل هيك. تزعل تنفلي، هي وصية هي إلا تكتب غيرها. أخي على شو ما بدك أحلف لك إني ما خبرت الشرطة؟ هي أبو غصن قدامي، أخي خبرتك إنه مرتي خطت شيء. شفت أنا ما بكذب، وعلى كل شو بدك أنا حاضر، أنا خدام، بس قل لي. إيه على عيني أمرك، أنا بعد نص ساعة كون عندك وقت سيئ، على عيني، الله معك. إيه قل لي شو قالوا لك؟ بعد الصلاة لازم يكون فوت سيء، واقف قدام فروج ابو النواص عم يشتري فروج مسحب. ايش انت شفتهم بتعرفها؟ اه هن بيحكوا معي. معناتها لازم اتصل برئيس قسم فوت سيء يا هونتمي. لا لا يا ابو غصن، ما في داعي اخي، لا في داعي. معناها لازم نجيب خبير المكياج يعمل قناع لاحد عناصرنا وينفخه لحتى يروح محله. بحسوا ابو غصن بيحسوا، الظاهر بيعرفوني منيح. لك احتمال يكون كمين لاستدراجك، بنكون بميسون بنصير بميسون ونبيل، ما في داعي للمغامرة. الو طيب طيب لحظة، لك ابو غصن. الو احترامي سيدي. نعم نعم سيدي. ايه سيدي، علم سيدي، احترامي، مع السلامة سيدي. استاذ نبيل، إذا بدك تعشينا فروج مسحب ما في داعي نهائياً تروح على قدسية، مشتري من هون من الحارة. لك أنا بدي اشتري فروج مسحب، لك إيش أنا اللي أبيه آكل؟ لك سألولي عافيتي، الله لا يوفقن، الله لا يوفقن. افتح افتح لعافيتك، ميسون بعد ربع ساعة راح تكون هون. كمجموع؟ طبعاً كمجموع. ما تلك يهمك أنا وراه؟ عملوا بحث مكثف عن سيارة الإسعاف وراقبوا مكان المكالمة. وبتمشون لذلك مشان هيك تلفنوني. لازم تعرفوا الشرطه في خدمه الشعب. لا تستني يا نحل بشارات، استغفر.